ومن القاهرة ينضم إلينا الفنان الكبير أحمد بدير، تعازينا في وفاة طبعا الفنان الراحل محمود عبد العزيز، كيف تتذكره؟ الله يرحمه، أولا بنعزي أنفسنا وبنعزي أسرته وبنعزي الوطن العربي كله في الفنان الرائع المبدع محمود عبد العزيز اللي أعطى للفن من أدائه ومن روحه ومن مجهوده الكثير، وكان مثالا للفنان المحترم المحب للبلد والأمة العربية الحقيقة في كل ما يقدمه وفي كل ما يقول. احنا فقدنا فنان رائع عظيم ما يقباش على ربنا سبحانه وتعالى، إن الله وإن إليه راجعون. الله يرحمه، يعني أنا عملت مثلا معاه مسلسل بشاير وكنت جوز أخته، وعملت معاه فيلم أبناء وقتل وكنت جوز أخته، نعم، وعملت معه اعمال تانية وافلام تانية. لا مثال للفنان الجميل المتواضع المحب للناس كلها، الصغير قبل الكبير، وبعدين بيمتاز بحاجة مش متوفرة في الكثيرين، يعني انه كان يجمع بين خفة الدم واداءه للادوار الكوميدية ويجدها كما يجد الادوار التراجيدية، الأدوار اللي فيها عمق وكده. طبعا مش هننساله الشيخ حسني، ومش في الكتكات، ومش هننساله رأفة الهجان هذا العمل العظيم، ولا عدم بريء وعدم ميت، ولا يعني فيه ولا فيلم البريء، لا له تاريخ حافل، يعني سأظل موجود بأعماله العظيمة اللي عملها وبتاريخه كإنسان محب للناس ومحب لزمايله وعطاء ومخلص وحنون وطيب. الله الله يرحمه، الله يرحمه، إن لله وإن إليه راجعون. نعم، نحن طبعا يعني مقدرين هذا الظرف ومقدرين مشاعرك ومشاركتك معنا اليوم، بنشكرك على هذه المداخلة. رحم الله الفنان الكبير محمود عبد العزيز، نشكرك، كان معنا الفنان الكبير أحمد بدير.